السيد الرئيس، كم هو عدد المعتقلين اليوم من سياسيين ونواب وأكاديميين وصحفيين وطلاب في السجون السورية؟ وكم حكم بالإعدام وقعتم عليه؟ هل أنت ديكتاتورا؟ بما أنك تعيشي في تركيا، إذا أردنا أن نقارن أنفسنا الآن بتركيا أردوغان فلا نستطيع أن نقارن. فكما تعرفين الآن بحسب أحد التقييمات لإحدى المنظمات المعنية بحرية الصحافة، فتركيا الآن هي السجن الأكبر في العالم للصحفيين. لا، في سوريا لا يوجد لدينا هذا الحال، لا اليوم ولا في السابق. لا يوجد لدينا حالات اغتيال لصحفيين، ولا يوجد لدينا أي شخص حكم عليه بالإعدام لرأي سياسي. حتى الأخوان المسلمين الذين يحكموا بالإعدام في سوريا بحسب قانون عام 1980، لأنهم قاموا بعمليات قتل للأبرياء في سوريا، مع ذلك لم ينفذ هذا القانون ولا بحالة واحدة على الإطلاق. أما قضية أن يكون هناك سجين سياسي من أجل الرأي، نقول هناك الآن في سوريا معارضة تهاجم الحكومة بشكل مستمر. طيب لماذا لم نضع هذه المعارضة بالسجن؟ فمن غير معقول أن نضع أشخاص ولا نضع أشخاص. نحن لدينا في سوريا قانون واضح، من يدخل إلى السجن هو من يقوم بخرق هذا القانون. أما أي شخص يريد أن يعارض، موجودة المعارضة بشكل معلن، وتستطيع أن تذهبوا إليها وتلتقوا معها، وتستطيع أن تأخذوا منها الآراء التي